هاي جايز، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ليليان حابه تشارك معكم وصفتين سهلين وحلوين، ان شاء الله يعجبوكم. ولا تنسوا اللايك شير سبسكرايب، تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتعطونا افكار للفيديوهات اللي جاي. يلا ليليان، الوصفه الاولى شو رح تعملي؟ رح تعملي الوصفه الاولى نشا. اوكي، نشا وسائل غسيل. طبعا اي سائل جلي او سائل غسيل عندكم موجود بينفع. شو رح نحتاج كمان؟ نحتاج سطل. نحتاج صحن او هيك يعني يكون غميق حتى نحط فيه المواد. غميق. اوكي يلا. وش الملعقة مشان نحلك؟ يلا اول شيء شو رح تحطي يا ليليان؟ او يلا اول شيء النشا تقريبا يعني ملعقه قد ما بتكون حسب الحجم. حسب الحجم. النشا. شوفوا ليليان شو عملت. ليليان طرطشت الدنيا والكاميرا. بتضلكم تحطوه لما يصير مثل العجينة. بس خلينا نمسح شوي حد ننظف الكاميرا وبرجع لكم. نحتاج نحط بعد شوي. اوكي. طيب ليليان احكي لنا عن هاي الوصفة، يعني هي سلايم او شو؟ مثل البليدو. بس يعني شوي ستريتشي. اوكي يلا خلينا نشوف كيف رح تطلع. يلا رح نحتاج بعد شوية نشا. انا حطيت كثير سائل. اوكي بكفي؟ فعلا هاي الوصفة ليليان حابة تشاركها معكم، هي عملتها قبل وكثير حلوة وممتعة. ليكو كيف صارت يعني؟ يلا كملي ليليان. الوصفة مثل السلايم كثير حلوة عن جد، طلعت مطاطية وممتعة جدا، هيك ملمسة حلو. يلا ليليان فرجينا كيف طلعت. برافو ليليان، والله الوصفة رائعة. واو عن جد سلايم وملمسة كثير حلو. واو شوفوا، نقرب. واو كثير حلوة جايز، كثير حلوة، جربوها وإن شاء الله تعجبكم. وإذا عجبتكم اعملوا سبسكرايب بسرعة. كثير حلوة عن جد، ننصحكم تجربوها، يعني سلايم بمكونين فقط. هاي اول وصفة عملت لكم يا ليليان. يلا الوصفة الثانية شو عنا؟ نشا ومي. يلا نبلش الوصفة الثانية. بالوصفة الثانية رح نحتاج ربع كاسة مي، بس هيك كمية. اوكي حط نشا. حتى تتماسك العجينة. ليليان هاي الوصفة اللي عملها خلودي؟ هي نفسها؟
طبعا ليليان متابعين خلودي كثير بنحب قناتهم، فهي اخذت هاي الوصفه من وصفات خلودي اللي عملها. اوكي كملي، يلا كملي بعد بدها. ما بتفوت ما بتفوت، بس ليكو اصبعي بتفوت. شوفوا جايز، شوفوا شو صار، فات اصبعنا بس ما فات البوكس. الثاني صارت جاهزة. يلا اشرحي لنا شو عملتي بالنشا والمي. بالنشا والمي عملنا مثلا هاي، لو انتم مثلا عملتوا هيك او بالهامر، لو عملتوا هيك بوكس او بالهامر ليكو ما بتفوت ابدا، بتضل نفس ما هي ستريت. اوه جد؟ طيب و ولو باصبعتكم فتوها او بشي هيك، لو مش هارد، لو مش قوي قوي عليها وتفوتوه ليكو، ليكو بفوت. شايفين كيف هي هارد قوية؟ ليكو بس الميلة سوليد، يعني ابدا ما بتتحرك، تكون صلبة هيك. اوكي سوليد وهيك ليكويد، شايفين تتحول لسائل لما نميل الصحن. كثير حلوة ليليان هاي الوصفة وممتعة، حتى يعني فيكم انتم تعملوا هيك تشيلوا شوي منه بعدين ترجعوا بتصير سائل. خلينا نشيل كمية مثلا، نحن نشيل هيك كمية. شوفوا كيف هي جامدي جامدي، اما لما نعملها هيك بتصير سائلة. كثير حلوة جايز. كثير حلوين ليليان، شكرا ليليان على هاي الوصفات الحلوة اللي حبت تشاركها معكم. طيب شو بقى نحكي لأصدقائنا؟ إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب، ولو عندكم أفكار اكتبوا لنا إياهم بالتعليقات عشان نعملهم الفيديو الجاي. يلا باي.